من ضمن المسائل حقيقة صاحب الفضيلة التي طرحت، إذا وافق يوم العيد يوم جمعة نعم فهل تصلى صلاة الجمعة نعم إذا هذه صلى العيد؟ جمهور أهل العلم على أن صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد أن من صلى صلاة العيد فإنه مخير، إن شاء صلى الجمعة مع الناس وهذا أفضل، وإن شاء صلىها ظهرا لا بد أن يصليها ظهرا. نعم فالأمر فيه سعة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مجمعون فمن شاء جمع معنا ومن شاء انصرف، يعني من أراد أن يصلي مع الجمعة فليصلي، ومن اكتفى بصلاة العيد يجب أن يصلي صلاة الظهر في وقتها. وأما الإمام الذي يصلي بالناس الجمعة فليس له رخصة، لا بد أن يقيم صلاة الجمعة أو ينيب أحدا يقوم عنه في صلاة الجمعة، لا بد من إقامة صلاة الجمعة، لأنه ليس كل من صلى العيد يعني سيقتصر عليها، وليس كل من قد صلى العيد، يمكن بعض الناس فاتت صلاة العيد كيف يصلي الجمعة إلا بوجود الخطيب، ولهذا قال إنا مجمعون، وهذا هو الذي عليه الفتية. أحسن عليكم.